عريان قوي ما اقدرش البس مش عارفه يعني. فعايزه اخلي البنت مش منحرفه بس متحرره قوي وكده، فمش عارفه اعملها ازاي. ففي مره وانا قاعده كان لسه اول مشهد بعد ما ابتدينا نرجع نكمل الفيلم، ولسه بقى المشاهد قدامي كتير فهقدر ان انا ازرع حاجه في الكاركتر. فلقيت الاستاذ اسماعيل فاروق بيقول لي رندا هتقومي دلوقتي، فلسه قبل اكشن بيقول لي امسكي اي حاجه من قدامك يعني. فالترابيزه كان مليانه بقى بسم الله ما شاء الله ازايز وكوبايات وحاجات. فاول حاجه مسكتها هي كانت الكان البيره، فرحت ماسكاها فهي اللي دخلتني في الكاركتر فركورناها طول الفيلم معايا. ماسكاها طول الفيلم فعملت افيه للشخصيه الحمد لله. دمه خفيف يعني. انا لاحظتها في الفيلم صحيح. عايزه اسالك على حاجه، الجيل بتاعكم قدر بشكل واضح جدا، وخاصه مش بس في السينما،